بلسان عربي. لم يدري العرب أنهم سيكونون وجهاً لوجه أمام نكسة جديدة تكسر من عنفوان طموحاتهم منذ أن احتل الصهاينة فلسطين واستوطنوها. غلت الدماء في عروق العرب وثارت حميتهم لاسترداد أرضهم المغصوبة. وها هو الوقت قد حان للاشتباك القريب مع العدو الصهيوني في معركة وصفت بأنها الأقصر في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، وفي الوقت نفسه كانت الأقصى من ناحية النتائج. كيف بدأت المعركة وما هي أسبابها؟ وكيف خسر العرب مجتمعون أمام قوة وليدة؟ وهل كان للخيانة دور في هذه الخسارة؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة من بودكاست أبواب. منذ عام 1948 وبعد أن احتل الصهاينة أجزاء كبيرة من فلسطين، لم تتوقف أطماعهم في الاحتلال، وكان الصهاينة يرغبون بمد سيطرتهم على كامل أراضي فلسطين التاريخية. وبعد سنوات من إعلان دولتهم المزعومة، توافد إلى فلسطين ملايين المهاجرين الصهاينة من الدول العربية والغربية، فتغيرت آلية الاحتلال تبعاً لهذا المتغير. وخلال 20 عاماً سعت الحركة الصهيونية بكل ما تملكه من أدوات لزيادة رقعة الاحتلال وبسط النفوذ والاستفزاز المستمر للعرب والمسلمين في تلك المنطقة المنكوبة. فالحق أن حرب عام 67 كانت حلقة جديدة من مشروع التوسع الاستعماري الذي بدأه الصهاينة في فلسطين بعد حرب 48 وحرب 56. وكان من الواضح أن الحرب الكبرى بين الكيان الصهيوني والعرب قادمة لا محالة، والأمر لا يتعدى أن يكون مسألة وقت لا أكثر. لذلك عمل الكيان الصهيوني وعبر سباق تسلح خطير على حشد كل إمكانياته العسكرية لبدء هذه الحرب. وما الهجوم الذي شنه في العدوان الثلاثي على مصر إلا حلقة مستمرة من البلطجة العسكرية المستمرة. واجب علينا خصوصا في مسألة متعلقة بقضية الحرب والسلام. على المستوى العربي كان هناك صراع خفي بين تيارين رئيسيين، تيار يتزعمه الرئيس المصري جمال عبد الناصر ومن يشايعه من الدول العربية، والذين كانوا يعدون أنفسهم رأس الحرب في محاربة الاستعمار وممن يطلق عليهم الدول التقدمية، وكانوا يلمزون وينعون على دول أخرى باسم الرجعية ومهادنة الاستعمار، وكانت العلاقة بينهما أشبه ما تكون بحرب باردة. فالحال أن جمال عبد الناصر ومن ورائه سوريا والعراق كانوا يؤيدون المساعي الثورية في النضال والوحدة ومجابهة الاستعمار، بينما الدول العربية الأخرى وخصوصاً دول الطوق كالأردن كانت في وضع جيوسياسي لا يسمح لها بالمواجهة المباشرة، مما سبب لها القلق السياسي الدائم. ومنذ أواخر الخمسينيات تعالت الأصوات في الدول العربية، مصر وسوريا بشكل خاص، بأن المعركة مع العدو الصهيوني باتت وشيكة وأن الاستعدادات لها قائمة على قدم وساق. الكيان الصهيوني كان يعد سوريا عدواً له، لذلك جرت عدة مناوشات بين الجانبين لوضع اليد على منطقة الجولان بوصفها مكاناً استراتيجياً لكلا الطرفين، وقامت عدة اشتباكات على الرغم من الاتفاق على أن هذه المنطقة ستكون منزوعة السلاح وتابعة سياسياً لقوات اليو إن. كل المؤشرات في أواخر الخمسينات سواء في مصر أو في سوريا والأردن كانت تشير إلى أن ساعة الصفر والاشتباك باتا قريبين جداً. وإمعاناً من الاحتلال في الاستفزاز السياسي، قامت بمشروع المياه القطري الصهيوني القاضي بنقل مياه بحيرة طبرية إلى منطقة النقب، وهذا المشروع هو جزء من خطة صهيونية للسيطرة على المياه في منابع نهر الأردن،
وقامت القوات السورية بتسديد ضربات باتجاه المضخات التي وضعتها دولة الاحتلال في منطقة شمالي بحيرة طبرية، وذلك لتجاوز الكيان الصهيوني المعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمحاصصة بالنسبة لكميات المياه. وعلى إثر هذا المشروع دعا عبد الناصر لقمة استثنائية في القاهرة عام 1964 لوقف هذا المشروع والسعي نحو تحويل مجرى روافد نهر الأردن إلى سوريا ولبنان. حدثت الأسكندرية أياما تاريخية بالتقاء الملوك والرؤساء فيها، حيث ينعقد مؤتمر القمة العربية الثاني. وكان من مخرجات هذا المؤتمر فكرة إقامة قيادة موحدة عربية بهدف الاستعداد لأي مواجهات عسكرية محتملة بين دول الطوق ودولة الاحتلال، وعدم القيام بأي استفزازات عسكرية كي لا يتخذها الكيان الصهيوني ذريعة للهجوم على الجبهات العربية. لكن المحذور قد وقع، وشعرت دولة الاحتلال أن الدول العربية قد اتحدت لأول مرة ضدها، مما أشعرها بالقلق والخوف من تصاعد هذه التحركات. وخلال نهاية عام 66 وقعت عدة أحداث ساهمت بشكل مباشر في تسارع العملية العسكرية بين العرب والكيان الصهيوني. فقد انفجر لغم في دورية صهيونية على حدود الضفة الغربية، قتل على إثره جنود صهاينة، فردت دولة الاحتلال بالهجوم على قرية ساعور وقتلت 12 فلسطينياً. وفي الوقت نفسه شنت طائرات العدو الصهيوني هجمات جوية على أراض سورية، كانت نتيجتها إسقاط 4 طائرات سورية بسلاح الجو الصهيوني. أما التصريح الذي قاله إسحاق رابين في ذلك الوقت عن سوريا فكان بمثابة إعلان حرب حقيقي، حيث هدد سوريا صراحة بأنها إذا استمرت في دعم حركات المقاومة الفلسطينية فإن الكيان الصهيوني لن يتوانى عن توجيه ضربات عسكرية لها لتأديبها. كانت علاقات سوريا ومصر مع الاتحاد السوفيتي قوية، وقد سرب الاتحاد لعبد الناصر أن هناك هجوماً وشيكاً سيكون على سوريا من قبل دولة الاحتلال، وكان عبد الناصر يظن أن الاتحاد السوفيتي إن قامت حرب وشيكة سيقف معه. لذلك رفع الجاهزية العسكرية للقوات إلى الدرجة القصوى وأمر قوات الطوارئ بالانسحاب من الحدود مع الكيان الصهيوني دون سحبها من قطاع غزة. مضايق تيران مياه إقليمية مصرية، ولقد طبقنا عليها حقوق السيادة المصرية، ولن تستطيع قوة من القوى مهما بلغ جبروتها، وأنا أقول ذلك بوضوح لكي يعرف كل الأطراف موقفه، أن تمس حقوق السيادة المصرية أو تبوء حولها. وفي حركة مفاجئة قررت مصر إغلاق مضيق تيران وصنفير بوجه السفن التي ترفع العلم الصهيوني، وهو ما عدته دولة الاحتلال سبباً مباشراً في القيام بالحرب. كان الشارع العربي يعيش حالة من المعنويات العالية نتيجة للضخ الإعلامي الكبير الذي صور أن معركة تحرير فلسطين باتت وشيكة. نستمع لمن انتصر لكرامة الإنسان الرئيس جمال عبد الناصر. ساهم في هذه الروح المعنوية العالية الكاريزما القوية لجمال عبد الناصر وقيامه بعدد من الإجراءات كتأميم قناة السويس وبناء السد العالي، ساهمت في رفعه بين الشعوب العربية إلى مرتبة القائد العربي الأوحد أو المخلص. ومن جهة أخرى كانت رحى حرب نفسية تدور، وكان ميدانها الإذاعات العربية، وبدأت صيحات النصر والظفر قبل بدء المعركة تتعالى، خصوصاً من إذاعة صوت العرب ونداء أحمد سعيد الذي ارتبط صوته بالعبارة الشهيرة هنا دمشق، تعبيراً عن التضامن الكبير مع سوريا في مواجهة العدو الصهيوني. صوت العرب من القاهرة. كانت مصر تدار من قبل رجلين حقيقة، عبد الناصر من الجانب السياسي وعبد الحكيم عامر من الجانب العسكري. في ذلك الوقت
كان عبد الناصر يرى أن المواجهة مع دولة الاحتلال حتمية، وبوسع مصر التصدي للضربات الأولى ومن ثم تحقيق نصر باهر، بينما كانت القيادة العسكرية المصرية تعرف يقيناً أن المواجهة لم تكن في صالح مصر إطلاقاً. كانت الاستخبارات الصهيونية في ذلك الوقت لديها تفاصيل كاملة عن حالة الجيوش العربية وقدراتها وإمكانياتها، ومعلومات دقيقة عن كل التحركات العسكرية في مصر وسوريا والأردن، وهو ما جعل توقعاتها أكثر دقة وشمولاً. أعتقد أن المسألة كانت فيما يلي: لم نكن دائماً قادرين على تقويم المعلومات بشكل صحيح، أي أن الذين في موسكو لم يقدروا دائماً بدقة ما كنا نرسله من القاهرة. قبل 5 أيام من الحرب استدعى الاتحاد السوفيتي القيادة الإعلامية والنخب السياسية السورية وطلب منهم أن يخففوا الضخ الإعلامي، وذلك لسبب بسيط، وهو أن دمشق دون حماية ولن يكونوا قادرين على صد الهجوم إلا إذا امتلكوا صواريخ مضادة للطيران، ولم تكن متوفرة بحوزة الجيش السوري آنذاك. لم تكن الجيوش العربية لدول الطوق قادرة على صد الهجوم، وإمكاناتها لم تكن في مستوى الإمكانات العسكرية الصهيونية من ناحية العدد ولا من ناحية العدة. كانت القيادة الصهيونية مستعدة لتسديد ضربات في 3 جبهات في الوقت ذاته، في الضفة الغربية الأردن، وفي الجولان سوريا، وفي سيناء مصر. حصل الجيش الصهيوني على طائرات ميراج الفرنسية، وهو ما جعل الكفة تميل لصالحه، إضافة إلى قدرة التشكيلات العسكرية على التمرين والتدريب تحت أقصى الظروف. أثبتت الوثائق العسكرية الصهيونية التي سربت لاحقاً عن الحكومة الأمنية المصغرة للاحتلال قبيل الحرب بأيام أن النية مبيتة لضرب المواقع العسكرية في الساعات القليلة القادمة، أي أن حرب 67 بالنسبة للصهاينة كانت حرباً هجومية مخططاً لها بكل دقة. يقول إسحاق رابين: ما من شك أن هدفنا الأساسي هو توجيه ضربة قاسمة لعبد الناصر، وكان عبد الناصر يقول إنه مستعد لتلقي الضربة الأولى كي يحقق نصراً سياسياً في حال استطاع الصمود. لقد جاوزت إسرائيل المدى في تهديدها طوال السنوات الماضية، وتهديد رئيس وزراء إسرائيل للهجوم على سوريا والتهديد بالحرب، وكان من الواجب على أي عربي أن يستجيب لهذا التهديد. ساعة الصفر والهزيمة السريعة. في صباح يوم 5 من حزيران 1967 خرجت أسراب الطيران الصهيوني محلقة على ارتفاع منخفض وقصفت مطارات العريش والقاهرة وكل المطارات العسكرية، مدمرة كل السلاح الجوي المصري وهو رابض في مواقعه دون حراك، ولم ينجو من التدمير سوى 20 طائرة فقط. أكثر من 400 طائرة مصرية أصبحت خارج الخدمة في ظرف دقائق نتيجة القصف المتتابع، وكان ظاهراً أن كفة الحرب قد رجحت لصالح الجيش الصهيوني. المطار الوحيد الذي لم تقصفه دولة الاحتلال هو مطار العريش، لأنها أرادت أن تجعله منطقة عسكرية خاصة بها بعد السيطرة عليه لإدارة مجريات العمليات منه. لم تكن الخسائر خاصة بالسلاح المصري فحسب، فقد منيت الأردن أيضاً بخسارة أكثر من 6 طائرات و20 طياراً. أما الضربة القاسمة الثانية فكانت في سوريا، حيث خسرت القوات السورية آنذاك أكثر من 70 طائرة، وهو ما يعادل 1/3 الدفاعات الجوية السورية، وكل هذا في يوم واحد فقط. إضافة لهذا، فقد دمر سلاح الجو الصهيوني عدداً من الطائرات الرابضة في غربي العراق، وبهذا الفعل يكون قد بسط سيطرة شبه كاملة على السماء العربية بضربات سريعة ومباغتة، ومنها تحول إلى الخطوة الثانية، الهجوم البري على سيناء والضفة والجولان.
كانت القوات الأردنية تقف على خط مواجهة بطول 450 كيلومتراً، فاحتملت العبء الأكبر في مواجهة الاحتلال الصهيوني. بعد تدمير الطائرات الأردنية من قبل سلاح الجو الصهيوني وترك القوات البرية دون غطاء، تقدمت القوات الصهيونية في الضفة وتعمقت فيها حتى فصلت القدس عن الضفة ووصلت إلى جنين. كان الأردن حينها في وضع لا يحسد عليه، ووضع أمام ثلاثة خيارات كل واحد منها أمر من الآخر، خصوصاً بعد سقوط جبهة المقاومة في مصر. إما أن يبقى الجيش في الضفة الغربية، وهذا يعني خسارة الضفة والجيش معاً، وإما أن يسحب الجيش كلياً من الضفة فيكسب الجيش ويخسر الضفة كلياً، وإما أن يسحب الجيش جزئياً ويطلب من مجلس الأمن وقفاً لإطلاق النار، وبهذا يكسب جزءاً من الجيش وجزءاً من الضفة الغربية. وكان الخيار الثالث هو ما اتخذه الأردن بقيادة الملك حسين. وسقطت القدس بالكامل، وتحقق للجيش الصهيوني حلمه الذي لم يقدر على تحقيقه في حرب 48. أما على جبهة سيناء والعريش فكان الوضع مأساوياً أكثر، فقد شنت القوات الصهيونية طلعات جوية وهجمات برية متزامنة، ودخلت الألوية العسكرية سيناء خلال يومين. دارت معارك واشتباكات بين القوات المصرية والصهيونية، وأصدر بعدها المشير عبد الحكيم عامر أوامره بالانسحاب العام من سيناء إلى غرب السويس، وهو القرار الذي انعكس بصورة سلبية على أداء الجيش المصري وعلى نتيجة الحرب إجمالاً. وفي جبهة الجولان اعتمدت القوات السورية منهجية القصف المركز على المواقع الصهيونية دون محاولات للتقدم أو الهجوم. وخلال الأيام الخمسة الأولى من الحرب لم يكن الهجوم على هضبة الجولان ضمن الخطة الصهيونية، لكن وبعد احتلال غزة والضفة وسيناء وتدمير كل السلاح الجوي المصري، رأت القيادة الصهيونية نقل قسم من قواتها إلى الجولان للسيطرة عليها. إن القوات الإسرائيلية استولت على القنيطرة بعد قتال عنيف دار منذ الصباح الباكر في منطقة القنيطرة. وهنا حصل تطور خطير في قضية الجولان، إذ إن وزير الدفاع آنذاك حافظ الأسد أذاع البيان الشهير برقم 66 القاضي بسقوط القنيطرة في يد الاحتلال الصهيوني بعد معارك ضارية. وهذا الإعلان سبب تخلخلاً في صفوف القوات، إذ إن القنيطرة حينها لم تسقط، والقيادة العسكرية المركزية فيها كانت لا تزال تقاوم. لكن بعد صدور البيان تقدمت القوات الصهيونية واحتلت الهضبة. نتائج الحرب: لم تكن الخسائر مقتصرة على جبهة دون أخرى، فقد منيت الجبهات العربية كلها بخسائر فادحة. فعلى صعيد القتلى قتل من القوات العربية ما يقرب من 25,000، بينما في الجانب الصهيوني سقط 800 قتيل، وكان عدد الجرحى في القوات العربية قرابة 45,000 مقابل 2,500 جريح صهيوني. ووقع في الأسر ما يقرب من 5,000 جندي، بينما أسر من الجيش الصهيوني 20 جندياً. أما الطامة الكبرى فكانت في تدمير 80% من العتاد العسكري العربي في مقابل 5% من العتاد الصهيوني. هذا على مستوى الخسائر البشرية. أما تبعات هذه الحرب فقد تسببت بهجرة أكثر من 400,000 شخص ونزوحهم من الضفة وغزة وبورسعيد والسويس، وأجبرت 100,000 من سكان الجولان على النزوح من ديارهم. هذا دوناً عن المساحات الكبيرة التي احتلتها دولة الاحتلال في سيناء والقدس والجولان والضفة وقطاع غزة. ولم تتوقف الانكسارات على مستوى الخسائر البشرية والمادية فقط، بل وصلت إلى الهزيمة النفسية التي مني بها كثير من العرب والمثقفين، والردة الأخلاقية
التي أصابت عدداً كبيراً منهم بعد تهشم الصورة النموذجية عن النضال والحق والمقاومة والجدوى. هول الكارثة لم يدركه كثيراً من الناس حينها، ولا يزالون يتذكرون ما جرى في تلك الأيام بغصة، وكأن سكيناً تنهش اللحم فيهم من جديد. هذه الحرب غيرت وجه التاريخ الحديث، وكسرت في النفوس العربية طموحات الاستقلال والتحرر، وران على وجوه الشعوب مرارة وحسرة لم تذهب حتى وقتنا الحالي. فهل يأتي يوم تتحرر فيه الشعوب العربية من تبعات هذه الحرب وتكون نقطة تحول لهم في نضالهم ضد الاحتلال؟